حديث عن الخلاف بين الدول الأخرى عن شيء، وهي حكومة ستستأنف المشاريع والأعمال التي قامت بها الحكومة الأولى، كما أنها تود توسيع أعمالها بحيث تشمل شريحة أكبر من الشعب السوري الكريم. بالتأكيد أمامنا مهام كبيرة ومصاعب جمة نسعى إلى تذليلها من أجل أن نخرج بصورة حسنة أمام شعبنا الكريم. تحدياتنا كبيرة سواء في ترتيب المجالس المحلية، وقد وجدنا أنه بقدر ما نتعب على بناء المؤسسات بقدر ما تكون النتائج أفضل، كذلك على مديريات الصحة، مديريات التربية، وكذلك ترتيب شؤون وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وهي الوزارة التي استحدثت والتي أتوقع أن يكون لها أدوار إيجابية كبيرة جدا في المستقبل، وستقوم بخدمة المواطنين في مجال الشرطة وفي مجالات أخرى كالمعابر وغيرها. بالتأكيد كل هذه المشاريع تحتاج إلى جهود كبيرة جدا وإلى دعم من قبل إخوتنا المواطنين، وبنفس الوقت نحن نحتاج إلى تقديم العون والدعم من أصدقائنا في الدول المانحة، فإن قدوم قيادة جديدة متفاهمة مع الحكومة هذا أمر إيجابي جدا، ونحن سنعمل سوية على أن تكون أهدافنا واحدة، توجهاتنا واحدة، أن نسعى إلى أن ننفذ سوية ما نطمح إليه وما يتمناه الشعب السوري أن نكون فيه. نحن نريد أن نكون عند حسن ظن شعبنا بنا، وبالتأكيد فإن مثل هذه الانطلاقة ستنعكس إيجابا على عمل الحكومة قطعا. كما تعلم فإن جنرالا أمريكيا كبيرا هو المسؤول عن هذا المشروع، قد قدم إلى إسطنبول في الأسبوع الماضي وقد التقى بقيادة الائتلاف والحكومة، وتوصلنا إلى تفاهمات كبيرة جدا بهذا الصدد، وقد أرسلت الولايات المتحدة 400 مدرب من أجل المباشرة بالقيام بهذه الأعمال. أعتقد أن المشروع سيكتمل أو سيبدأ بناؤه خلال الشهر القادم وسيكتمل خلال الأشهر التالية. هو مشروع طموح، الهدف منه إنشاء قوة مركزية يمكن أن تغير الواقع العسكري على الأرض بما يخدم مصلحة الشعب السوري في كل دول الجوار، بالإضافة إلى الدول التي تحرص حرصا شديدا على نجاح الثورة السورية ضمن أصدقاء الشعب السوري. بالنسبة لنا الأمر واضح تمام الوضوح، هذه القوى ستقاتل كل الجهات التي تتعارض أهدافها مع مصلحة الشعب السوري، وعلى رأسهم هذا النظام المجرم. هذا النظام نكل المواطنين ولا يريد أن يعطيهم حريتهم ولا كرامتهم، وبالتالي بالنسبة إلينا أحد أهداف هذه القوى هي مواجهة النظام، بالإضافة إلى مواجهة هذا الفكر المتطرف المتشدد الذي سام الناس خسفا وأذل البشر ودمر الحجر والبشر، وأصبحت حالة الإنسان في ظل أمثال هذه الجهات المتطرفة أسوأ بكثير مما كانت عليه من قبل. أعود للقول والتذكير بأن الهدف الأساسي بالنسبة إلينا هو خدمة الشعب السوري وتقديم مصلحته على كل مصلحة، وصولا إلى توجهاتنا الأساسية في قيام نظام جديد بديل عن نظام الدكتاتوري السابق وإقرار مشروع الدولة المدنية الديمقراطية التعددية. يعني هو مشروع ضمن المشاريع المطروحة، وأعتقد أن فيه الكثير من الإيجابيات التي يمكن أن نعول عليها. نحن لا نعول على مشروع واحد بذاته، نحن نعول على كل المشاريع التي أهدافها تمكن الشعب السوري من الخلاص من هذه المأساة ومن هذا المأزق الذي أوقعنا النظام فيه، من هذا الإجرام الذي سفك من خلاله النظام دماء الناس على مدى 50 عام. هذا ما ستفعله وزارة الدفاع، وواضح تماما من خلال قيادة وزارة الدفاع الجديدة
أنها تبذل قصارى جهدها وأنه لديها الفكر الذي ينتج مثل هذه الخطوات الإيجابية. واضح تماما أن هناك شيء علمي يقدم، أشياء مرتبة تدرس وتتخذ قرارات بعيدة عن الارتجالية، وأنا متفائل بتحقيق نتائج إيجابية خلال فترة قصيرة قادمة.